دشن الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا المرحلة الأولى من الدورات التدريبية لشباب المؤتمر الشعبي العام التي ينظمها معهد الميثاق بحضور عضو اللجنة العامة رئيس دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر يحيى دويد وعضو اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق محمد العيدروس ورئيس دائرة البحوث والتخطيط عضو الأمانة العامة للمؤتمر عبد القوي الشميري ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء محمد بشير والقائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء الدكتور عبد العزيز الكميم. وفي اللقاء ألقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام كلمة نقل في بدايتها إلى المتدربين تحيات قيادة المؤتمر مؤكدا أهمية اطلاع المؤتمريين بمسؤولياتهم الجسيمة تجاه وطنهم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. القيادات المؤتمرية المشاركة والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين الأخ العزيز الأستاذ محمد حسين العيدروس رئيس هيئة معهد الميثاق الوطني، نواب رئيس المعهد، كادر معهد الميثاق الوطني، الأخ العزيز محمد بشير رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محافظة صنعاء، الأخوة أعضاء قيادة فرع المؤتمر محافظة صنعاء، رؤساء فروع المديريات، أبنائي وبناتي الشباب والشابات، أسعد الله صباحكم بالخير. يسعدني وأنا أفتتح فعاليات الدورة التدريبية لشباب وشابات محافظة صنعاء أن أنقل إليكم تحيات المناضل الكبير الرمز الصامد أنه الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام لنعبر لكم عن اعتزازنا الكبير بقيادة المؤتمر الشعبي العام في محافظة صنعاء وما افتتحنا لهذه الدورة التدريبية اليوم إلا نتاج لما نكن لكم من كل حب واحترام وتقدير. طوق صنعاء لا تقدر مواقفها بثمن. طوق صنعاء تستحق منا كل التقدير والاحترام، تستحق منا كل الوفاء. فما افتتحنا لهذا الدور اليوم إلا في إطار البداية لعمل كبير ومتواصل لابد أن تقوده قيادات المؤتمر الشعبي العام في المرحلة القادمة. نفتتح هذا الدورة التدريبية اليوم لأننا نؤمن إيمانا عميق بأنه لا يمكن لنا أن نطور من أدائنا التنظيمي والسياسي والمعرفي إلا من خلال تأهيل وتدريب شبابنا وشاباتنا. لا بد أن نعيد الألق لمعهد الميثاق الوطني الذي تدرب على أيدي أساتذته ومدربيه عدد لا يستهان به من أبناء هذا الوطن. لا بد لمعهد الميثاق الوطني أن يقوم بدوره المتميز في تأهيل وتدريب شباب وشابات المؤتمر الشعبي العام بل وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بشكل كامل. التدريب والتأهيل هو الأساس، دون تدريب وتأهيل لا يمكن لنا أن نطور من إمكاناتنا وقدراتنا. أتمنى لهذه الدورات التدريبية والتأهيلية التوفيق والنجاح، وأتمنى الدورات التدريبية والتأهيلية اليوم هي ليس من أجل التدريب لذاته، لكن نريد أن نستخلص من بين هؤلاء الشباب والشابات مدربين لنعيد تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مدربين على مستوى المديريات والدوائر. في إطار اللامركزية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام سندرب لكم مدربين وسنخرج مدربين يستطيعوا أن يدربوا ويؤهلوا على صعيد مديرياتهم ودوائرهم. لا نريد التدريب والتأهيل مركزي، لابد أن يكون هناك تدريب وتأهيل على مستوى المديريات والدوائر ليستطيع كل شباب وشابات المؤتمر الشعبي العام أن يستطيعوا أن يدربوا ويتأهلوا. وسيظل الدور الأساسي على قيادة المؤتمر الشعبي العام في محافظة صنعاء بعد ما نستكمل هذا الدور ونستخلص المدربين والمدربات أن يتولوا موضوع إقامة الدورات التدريبية على صعيد مديرياتهم ودوائرهم. لابد أن نزود شبابنا وشاباتنا بالمعارف السياسية وبكل ما يتصل بشأن التنظيم، وفي ذات الوقت بكل ما من شأنه يتصل بشأن المعرفة أيضا والجوانب العلمية. لابد من نطور
قدرات قيادات الأعضاء المؤتمر الشعبي العام شباب وشابات. نلاحظ سيل من الرسائل وسيل من التواصل يصلنا من كل أبناء الوطن ومن كل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام ليعبروا عن استيائهم لتلك الحملة الشعواء التي تحاول أن تطال من المؤتمر الشعبي العام وزعيمها الرمز علي عبد الله صالح. نريد نقول لكل أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام ولكل جماهير شعبنا، علي عبد الله صالح رجل بحجم الوطن، علي عبد الله صالح رمز لهذا الوطن، علي عبد الله صالح قلعة شامخة لا تستطيع أن تنال منه ويا جبل ما يهزك ريح. لن تؤثر عليكم مثل هذه الكتابات. هناك من يحاولون الاصطياد في المياه العكرة. أنا متأكد أن شعبنا اليمني الذي خرج يوم 26 مارس هو الرد الفعلي من هو علي عبد الله صالح. لن تنالوا من المؤتمر الشعبي العام ولا من علي عبد الله صالح، لن تزيدونا إلا قوة ولن تزيدونا إلا صمود. وأدعو قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام لا ينزلوا إلى مستواهم. المؤتمر الشعبي العام أكبر، المؤتمر الشعبي العام حزب كبير، حزب الوطن، نحن علينا مسؤوليات جسيمة تجاه هذا الوطن، والمؤتمر الشعبي العام موجود في كل مكان، ستجدوه مناضل في الميدان ومناضل في مواقع العمل في كل مكان. المؤتمر الشعبي العام تنظيم رائد لا ينتظر الشهادة من أحد. المؤتمر الشعبي العام يؤمن بثوابت الوطن ولديه قيم وثوابت وأخلاق تربى وقبل عليها. المؤتمر الشعبي العام التنظيم الوحيد الذي خرج من رحم هذا المجتمع. فلا تستطيعون تزايدوا على المؤتمر الشعبي العام. تنظيم الوطن تنظيم وطني وسيظل وطني. أتمنى من قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام أيضا أن يكونوا في مستوى المسؤولية الملغاة على عاتقهم، وأن يتحملوا الصعاب وأن يتحملوا المشاق وأن نتحمل كل نجاح له ثمن. شكرا لكم على جهودكم، شكرا لكم على تفاعلكم، شكرا لقيادة معهد الميثاق الوطني والمدربين والمدربات، شكرا لقيادة فرع محافظة صنعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.